أول حاجة يا سيدي بعيني الشعر. الشعر 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 يعني الشعر يعني بالله عليك الشعراء كلهم ضاعوا وظهر معاذ الجنيد بس. أنت معترض على الشعر ولا على معاذ؟ على الشعر ومعاذ. تهاني. تهاني معاذ. تهاني تهاني مثلا أنت ما تري ما تيجي وما أنت تهاني يصلح هذا هو. هل يصلح؟ إذا كان الهدف منه الوصول إنه في منصرة على البث يصح. ما هو الشاعر هذا؟ هذا صعلوك صعلوك. أنا شاعر وجهك في أرض الجدر. ولم أشتعر وجهي يا سيدي وعيني هذا الناس يقولوا بس أنا معاكم قلبا وقالبا. عين هذا الجنيد من آل البيت. تمام من آل البيت. ما تشتينا يعني نخلي الزبيري. أيوة الزبيري البردوني المقالح هذو كلهم شعراء. عين إحنا ساكتين لكم هذا الفترة قد كان معنا فرصة العدوان عادوا موجود الحين قد يهدنا قد يمكن نسد حرم ما بقي واحد تجي تقول لي اضرح الزبيري اضرح الزبيري بدل الجنيد من داير الزبيري ايش فعل؟ ايش فعل؟ ثار على اجدادي ثار على اجدادي من تشتي اضرح البردوني لا خلاص من تشتي ولا حاجة يا سيد بعيني ليش ليش تيت ليش تيت